جميل أستاذ أسامة، كذلك شهدنا يعني بعض المبادرات اللي تقدمها هالجمعية، من ضمنها المبادرة اللي برزت في الأيام الماضية منا وفينا، لو تحدثنا عنها. طبعا المبادرة بعد ما بدأت جائحة كورونا كان حري بكل جمعية أن تنظر إلى الفرص التي تستطيع أن تقدمها. اليوم المجتمع بكل أطيافه محتاج إلى تكاتف من كل القطاعات الثلاث: القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع التنموي وهو يسمى القطاع الثالث. لابد أن يكون هناك دور بارز في احتواء الأزمة. الدولة لم تكلو أي، يعني نقدر نقول لم تقصر بأي جهد في سبيل توفير المعيشة والحياة الكريمة لكل أفراده. وننظر يعني قرارات خادم الحرمين الشريفين في مسألة العلاج حتى المخالفين، ننظر كذلك إلى قرارات أيضا دعم الاقتصاد ودعم القطاع، وزارة الموارد اليوم في دعم الرواتب، في اللي هو ساند وما شابه ذلك. ننظر اليوم أنه هناك دور بارز لكل كثير من الناس اللي تعطلت أعمالها في الجائحة، فأطلقنا مجموعة من المبادرات. أول مبادرة أطلقناها كانت مبادرة عطاء ريف، وهي مخصصة للسلال الصحية والغذائية في المحافظات. بدأنا الحمد لله المبادرة والحاجة الاحتياجات اللي يحتاجها المزن المحافظات القريبة من الرياض، حددنا مجموعة من المحافظات، انطلق المشروع. اليوم نتكلم عن 2200 سلة غذائية وزعناها في المحافظات. بعدها أطلقنا مبادرة اللي الحمد لله كانت لها صدى طيب، ولا الحمد لله، وإن شاء الله يعني تقول يعني عند مجتمع كانوا تعاقد لك المبادرة فيها. كان هناك استقطاب الأسر المنتجة اللي تعلموا بالجائعة في الأسر، تتواصل مع الجمعية تبحث عن سلة غذائية وهي أسرة منتجة محتاجة، صارت محتاجة. الله، كنا نرجعها إلى مربعها الحقيقي. تكاتفنا وتعاوننا مع بنك التنمية الاجتماعي، سودونا بقائم الأسر اللي عندهم، بدينا طمنا، شكلنا أيضا غطاء نقدر نقول نظامي مع الأخوة في مجلس الجمعية الأهلية منطقة الرياض. انطلقنا كذلك مع الأخوة في الشركات الداعمة، وهي شركات يعني لا الحمد لله أثبتت لنا بلا أدنى شك أن المجتمع السعودي هو مجتمع معطاء. فلذلك يعني شركات كبرها وصغرها تتنافس في تقديم الدعم مثل هذه المبادرة. بعد ما استقطبنا الأسر المنتجة وفرنا لهم المناسبة والصحية الاحترازية بشكل عالي جدا حتى ينتج الوجبات للمحتاجين. الله، الآن الجمعية نركز معك أكثر عشان أشوف هذا الجهد الطيب. الجمعية الآن استقطبت الأسر المحتاجة، صحيح، ثم حولت هذه الأسر بعد ما مكنتهم وطورتهم وربتهم إلى أن تكون أسر منتجة. أسر منتجة، الجمعية تتفل بتكفل التشغيلية هذه الأسر، وكان نأخذ من هذه الوجبات. كان مثلاً بدأ يبيعون عن الوصحة للمحتاجين. طبيعية في الخيرية لا تتفق المحتاجين لأنها هي سجنية غازية، فلذلك لو يكون هناك شهد فلن نأخذ بشهد مع جمعية في العجب، جمعية البري، جمعية البر في كان جمعية خفض النعمة، أو خفض النعمة، وجمعية كذلك مكتب الدعوة بدار البيضة والسلي، كلهم يأتون يأخذون الوجبات يعطوها مستفيدينهم. انطلقت طبعا هذه المبادرة، وطبعا كان دعم سخي من بعض الشركات، على رأسها طبعا شركة اتحاد الراجحي، يعني كان وفر المواد الغذائية كاملة، وأيضا دعم الشركات الأخرى من شركات أغذية، من شركات ألبان، من شركات دواجن. الحمد لله العالمين، يعني هذا التكامل هو اللي حقق النجاح. اليوم قاعدين ننتج ما يقارب 3000 وجبة يوميا توزع، حتى فترات العمل فترتين، فترات العمل هناك طبخات فترة الغداء، فترات طبخ فترة العشاء. طبعا بدأنا احنا من رمضان، كانت فترة واحدة في رمضان الإفطار، اليوم احنا نشتغل بفترتين. اليوم وأنا أتكلم أشكر كل الطبخات اللي الآن عند القدور قاعدين يشتغلون، القدور الكبيرة، ويمكن بعضهم شاف التغطية. وجدنا صدى وإشادة من دول خليجية ومن أيضا ناس محليين ينظرون إلى هذه المبادرة. يعني كلمة كانت رنانة وجميلة جدا من أحد المشاهير في أحد الدول، يقول السعودية دائما عودتنا على الخير، شوفوا بنات السعودية وش يسوون. خلنا تحمستنا